أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. نفت منظمة بردة للأعمال الإنسانية أن تكون علب الحليب التي استوردتها من شركة هيومانا الألمانية منتهية الصلاحية، منتقدة إحراق علب الشحن المستوردة من سلطات معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. ونشرت المنظمة عبر صفحتها في الفيسبوك تقريرا مترجما عن الموقع الرسمي للمكتب الفيدرالي لحماية المستهلك والأمن الغذائي الألماني، يشير إلى أن الشركة المنتجة هي المسؤولة عن تمديد صلاحية منتجها. وأوضح التقرير أن مدة الصلاحية المكتوبة على أي منتج لا تشير إلى مدة الصلاحية النهائية بالعرف العالمي، وإنما قد يبقى المنتج بعدها صالحاً للاستهلاك بعد أن تجري الشركة المنتجة عدة فحوصات مخبرية عليها تحدد بعدها إن كان قابلية للتمديد مدة صلاحية المنتوج أم لا. وأكيد بدنا نحكي أكثر حول هذا الموضوع، رح يكون معنا عبر الهاتف مدير منظمة بردة للأعمال الإنسانية من ألمانيا الدكتور مروان خوري، وأيضا معنا مباشرة من إدلب الدكتور جمعة العمر، هو عميد كلية الطب البيطري بجامعة إدلب. يسعد لي صباحكم ضيوفنا. صباح الخير. طيب نروح لعند دكتور جمعة. عم تسمعنا دكتور جمعة العمر من إدلب؟ عم تسمعنا؟ نعم. طيب دكتور فيما يخص انت بخصوص موضوع شحنة الحليب، شو المعلومات اللي عندكم بإدلب؟ هل هي كانت فعلا منتهية الصلاحية ام كيف، شو تأكدتوا بخصوص موضوع هاي الشحنة من الحليب؟ بداية أشكر قناة أورينت لإتاحة الفرصة من أجل تبيان الحقيقة للأخوة المواطنين. أخي نحن وصلتنا شحنة في أنوس في صدم الصوت. ما يكفي عادي تاريخ 1/5 وصلتنا شحنة بتاريخ 1/5 من الحليب المستورد من ألمانيا. أخي نحن في إدارة معبر باب الهوى نقوم بأخذ العينات بشكل أصولي ونقوم بإجراء التحاليل الفيزيائي والكيميائي وكذلك بالتحاليل الجرثومي. من جملة ما قمنا به هو البحث عن تاريخ انتهاء الصلاحية بالنسبة للمنتج. طبعا وجدنا أن ما هو موجود على العلبة هو عبارة عن لصاقة حدد عليها تاريخ انتهاء صلاحي حتى الشهر السادس لعام 2016. طبعا ووفق الدساتير الأغذية فإن تواريخ انتهاء الصلاحي يجب أن تكون مطبوعة طباعة أو حفرا، ولذلك قمنا بإزالة اللصاقة ليتبين لنا التاريخ الحقيقي المدون على العلبة. والتاريخ المدون على العلبة هو تاريخ انتهاء صلاحي وليس الحد الأدنى للصلاحي. هذا يعني أن الشحنة عندما تكون منتهية الصلاحي فهي بالقانون المحلي والدولي هي شحنة يمنع تداولها. طب دكتور شو هو كان التاريخ دكتور شو هو التاريخ اللي أنتوا لقيتوه؟ التاريخ يعني طبعاً كان عنا لصاقة. أخي كان نحن كان عندنا الحليب موجه لثلاث فئات عمرية. إحدى الفئات العمرية كان تاريخ انتهاء الصلاحية هو في 27/12/2015 يعني في العام الماضي. وفي الشحنات الثانية كان انتهاء الصلاحية هو في الفئات العمرية الثانية كان هو الشهر الأول لعام 2016. نعم نحن عندنا طبعا نحن لم نكتفي به. اسمح لي دكتور جمعة. نعم. نحن بدنا نروح كمان عندنا دكتور طبعاً. مروان خوري رئيس منظمة بردة للأعمال الإنسانية. دكتور مروان إذا كنت عم تسمع دكتور جمعة عم بيقول إنه الشحنة اللي وصلت لباب الهواء معبر باب الهواء كانت شحنة يعني نقول فاسدة وتم إتلافها لأنه كان تحت الملصق التاريخ الأصلي واللي هو بنتهي بالعام الماضي. شو تعليقك دكتور مروان على هالموضوع؟ للأسف أنا ما سمعت الدكتور جمعة.
ولكن بدي بلش اول شيء بتاكيد انه اطفال سوريا هن ابنائنا وهن اطفالنا. اطفال سوريا طبعا ليسوا حقل تجارب، وهذا ينتفي مع اخلاقنا ومبادئنا في منظمه بردة. للتعريف عن منظمه بردة، لانه مو هي اول شحنه بنبعثها، من 4 سنين نحن نبعث، دخلنا مئات الاف علب الحليب سنويا، دخلنا الاف سلال غذائيه للشعب الصامد في سوريا بالوقت اللي تخلت عنه الاونو والمنظمات العالميه، دخلنا 7 سيارات اسعاف من دوما الى يبروت الى حماه، مئات الاجهزه الطبيه، واهم جهاز بعثناه جراحه عصبيه بالميكروسكوب لمشفى الاورينت اللي قصفت فيما بعد، مضخة مياه الى حزانه، مدارس في سوريا وتركيا تقوم المنظمه. فهذا الشيء كنت اول شيء بدي اقوله، ولحد الان ما حدا نشكر الله قال انه شغلنا كان غير مضبوط. كل الناس وكل اللي وصلنا للمساعدات تبعنا مبسوطه مننا ومن عملنا. يعني بالنسبه لهذا الحليب، الحليب هلا نحن اشترينا شرايه، وهذا بدي اقوله نحن لسنا، لا يوجد لدينا اي داعم، لا حكومه المانيه ولا اونو، نحن نجمع المصاري هون في بيع الكاتو والفلافل في الشوارع، نروح نعمل محاضرات بالكنائس والجوامع ونجمع المصاري فلحتى نساعد اطفالنا وشعبنا. القانون الالماني بيقول بشكل واضح انه في مده انتهاء صلاحيه وحد ادنى للصلاحيه، للحليب هو الحد الادنى للصلاحيه، وانه هذا ممكن انه يتمدد لحد الادنى للصلاحيه بعد تدقيق شديد من قسم الجوده، ممكن انه يتمدد. والشركه هلا نحن ترجمنا القانون الالماني، والشركه امبارح طلعت بيان كمان موجود على صفحتنا بتقول فيه انه تم تمديد الحد الادنى للصلاحيه بعد تدقيق شديد من قبل قسم التطوير والجوده الخاص بالشركه، وجرى اعاده تعبئه، وهذا حسب القانون الاوروبي ويتم على مسؤوليه المصنع. فهن عم بيقولوا انه هن اللي حطوا اللاصق، وانه هذا اللاصق هو من شركه هومانا، وهو يعني اللي يعتمد عليه وليس التاريخ الاساسي على العلبه. اذا يعني الحد الادنى اللي موجود محفور نقول على العلبه، واللصاق اللي هو الحد الاقصى. لا بس هو الدكتور، بس الدكتور جمعه، دكتور مروان، دكتور جمعه عم بيقول انه في يعني كان محطوط اللصاق على اللصاقه العلبة، كان في تاريخ محفور وهو بنتهي صلاحيته ب 27/12/2015، وايضا في علب كانت بتنتهي بشهر 1/2016، وانه هم قاموا بتحاليل كيميائيه وجرثوميه ليتاكدوا بخصوص هذا الموضوع. يعني طب انتم بالنسبه لكم هل حتتابعوا هذا الموضوع قانونيا بالمانيا؟ يعني انتم ممكن اشتريتوا الحلب العلب الحليب من شركات هي بعتوا اصلا هي تكون فاسد، يعني هي بعت لكم اياه بشكل مقصود. يعني في عدة أمور، أول شيء هلا مثل ما قلت لك الشركة عم تقول إنه هي ليست انتهاء الصلاحية، المشكلة إنه الدكتور جمعة أو بالمعبر بجوز ما بيعرفوا القانون الأوروبي، ونحن ما قلنا لهم شو بدكم وثائق، اتصلوا بالشركة، عملوا أي شيء لنحدد الأمور لحتى، أو بعثوا عينة إلى تركيا، مخبر عالمي بتركيا لحتى يتحصل الأمور، إذا طلعت فاسدة فيمكن إنه نسترجع المصاري، ونحن مستعدين نعمل يعني نوجه دعوة ضد الشركة إذا في أي شيء فاسد. بس لحتى نأكد على الشغلة إنه هذا المحفور على العلبة ليس الحد انتهاء الصلاحية، هو الحد الأدنى للصلاحية ويمكن تمديده، وتمديده تم باللاصق الذي وضعته الشركة، وهذا التمديد كمان إذا حليب ممدد بصلاحيته بهالشكل هذا ممكن إنه ينباع بألمانيا، مو معناته إنه عم نبعث زبالة إلى سوريا. وانا مستعد، واليوم كتبت انه اعطي حفيدتي حليب منه اذا لسه عندهم علبه، ما يمكن حرقوا كل شيء ما بعرف. وبعدين الشركه عندها عينات يعني في شارجه في نما في كذا، ممكن نبعث لاي مخبر، ممكن تبعث لاي مخبر في العالم عم بتقول. نعم. بس الشيء الاساسي انا برايي انه بالمعبر ما كان عندهم معلومات كافيه عن القوانين العالميه والقوانين الاوروبيه، ولكن كان لازم يحكوا معنا. نحن الشركه، نحن المنظمه اللي بعثنا لاحقوا معنا ولا حكوا مع الشركه. نعم. ولا حكوا مع حدا، تم اتلاف الحليب بشكل عشوائي انا برايي. نعم. وبشكل متسرع جدا. واطفالنا بحاجه حليب يعني. طب خلينا دكتور مروان نروح لعند دكتور جمعه. دكتور مروان، دكتور مروان خلينا نروح لعند دكتور جمعه. دكتور، نحن الثوار حرقنا 35 ألف علبه حليب. طيب. يعني بغص بقلبي. طيب دكتور جمعه، يمكن سمعت كلامه للدكتور مروان، شو تعليقك؟
طيب أعطيني الوقت الكافي حتى أبينه للدكتور مروان وفق الأدلة اللي هو نشرها أنه العمل الذي نقوم به نحن هو عمل مهني وما قامت به شركة هيومن مستعجل دكتور. إذا كانت شركة هيومن هي المسؤولة فما قامت به نعم بداية القانون الألماني الذي نشره الأخ الدكتور مروان يحتم عليه تبديل العضوي قبل فترة انتهاء الصلاحية وهذا كان واضح في القانون الألماني وكان على الشركة أن تستبدل العلوي قبل انتهاء الصلاحية أيضا التحاليل التي أجرتها الشركة والتي نشر الدكتور مروان على موقعه التحاليل ونسخة عن التحاليل للأسف النسخة التي نشرها الدكتور مروان هي لعينات ليست مغايرة تماما لعينات الحليب الموجودة عندنا وبأرقام طبخات وتواريخ إنتاج مختلفة تماما عن أرقام وتواريخ الإنتاج الموجودة لدينا هذا يعني أن الشركة الألمانية لم تدرك نهائيا ما هي أرقام الطبخات التي أرسلتها إلى سوريا ولم تعلم وبالتالي بدأت بإخراج ملفاتها وإخراج تحاليل من الأرشيف لديها وأرساله إلى المواقع لتقول أن هذه الشحنات كانت صالحة ونحن دققنا في كل هذا أخي الكلام غير صحيح الشحنة كانت مصنعة للتصدير اتجاه إيران فالسؤال لماذا لم تذهب الشحنة إلى إيران؟ لماذا لم ترسل لنا الشركة التحليل الكيميائي الخاص بأرقام الطبخات المتواجدة على الأراضي السورية؟ نحن لدينا جميع العبوات ولدينا جميع الأدلة وما كان وعندما كنا باتخاذ القرار لم يكن اتخاذ القرار عشوائيا بل كان اتخاذ القرار علميا وهنا يجب أن تحترم الشهادات العلمية كان في اتخاذ القرار أشخاص حملت شهادة دكتوراه كنا 4 أشخاص فنحن لم نتطرق للموضوع الإنساني ولم نتعرض للأخوة في منظمة بردة ولكن الأخوة في منظمة بردة يصرون على الجانب الإنساني ونحن نصر على الجانب الصحي لصحة الأطفالنا أطفالنا ليسوا حقول تجارب ونحن مؤتمنين على الحدود ونحن مؤتمنين على حمايتهم نعم دكتور جمعة أكيد يعني دكتور مروان كان عم بأكد على هذا الشيء أنه الأطفال منهم يعني حق التجارب أختي الدكتور مروان الدكتور مروان أنا أرسلت له الدكتور أختي الدكتور مروان أنا أرسلت له عبر الخاص وأرسلت له يا دكتور مروان أنا أحترمك وأقدرك وأجلك وأجل النشاط الذي تقوم به ولكن يا دكتور مروان لا يوجد أي مستند قانوني يسمح لنا كإدارة معبر باب الهوى في الجانب العلمي وفي الجانب الإداري لا يوجد أي مستند قانوني يسمح لنا بإدخال الشحن إلى الأراضي السورية لأنه وفي كل الحالات ما بقي في الصلاحية للمدة حسب التمديد الذي عملته الشركة ما بقي لدينا هو شهر والتمديد تم على رصاقات إذا افترضنا جدلا 40,000 علبة ستوزع على الأطفال إذا كان عندنا أحد الأطفال أصيب بحالة ترفع حراري ستذهب الأم إلى الطبيب سينزع الطبيب اللصاقة ليجد أن العبوات منتهية الصلاحية وعندها ستقوم القائمة لماذا أدخلنا شحن منتهية الصلاحية وهذا حق كل مواطن سوري لأنه سيسألنا وفق أي قانون وفق أي دستور وفق أي مستند قانوني سمحتم بدخول الشحن وحتى التحاليل التي أرسلتها الشركة هيومن كانت ليست للشحن التي أرسلت إلى سوريا نعم دكتور جمعة دكتور مروان يعني أكيد سامعه أنت دكتور مروان لو تقولنا شو تعليقك طيب هلا رجاء بلا مزودات دكتور جمعة نحن لا نريد ولا نسمح ولا رجاء دكتور مروان انا احترمك دكتور مروان رجاء جمعه دكتور جمعه دع الدكتور مروان يكمل الحديث لا ازاود نعم دكتور جمعه رجاء نحن لن نقوم بادخال اي حليب منتهي الصلاحيه الى سوريا هلا الشركه قالت صلاحيته للشهر السادس ولا الشهر السابع ليش ما كنا يا دكتور يا دكتور التحليل الذي ارسلته الشركه التحليل الذي ارسلته الشركه دكتور جمعه اعطيناك الوقت الكافي لتردد دع دكتور مروان يتحدث تفضل دكتور مروان يعني ليش ما طلبت منا تحليل كيماوي لحتى نجيبه من الشركه هلا اذا العينات هي مختلفه كنا هي كشفناها قبل لو طلبتوا هالشيء هذا لو طلبتوا اي شيء كنا نحن سوا اشتغلنا لحتى ورفعنا دعوه ضد الشركه لحتى تعطينا حليب بدل هالحليب اذا فاسد يا اخي اذا فاسد نحن بدنا نشتكي عليهم ونحصل على حليب ثاني هلا خسرنا كل شيء لا فينا نقوم بعمل ضد الشركه ولا فينا نعمل بشيء سوريا اطفالها خسروا 35,000 علبه لا كان لازم نشتغل سوا بهالموضوع هذا
دكتور اول شغله قالونا تمت حمايتهم من خطر قادم وبالمشان ايران عفوا من كان ايران عذرا دكتور مروان ودكتور جمعه عذرا دكتور جمعه يا دكتور جمعه رجاءا انتم كتبتوا بالتقرير الاول بالبيان الاول انه تم الانتاج تحت اشراف ايراني وهذا غير صحيح ارجو منكم ان تسحبوه المعمل الالماني والمنتج الالماني وتحت اشراف صحيح الألماني. صحيح وراجع العلبي ومكتوب بالعلبي مكتوب على العلبي انها صنعت تحت اشراف وزاره الصناعه والتجاره الايراني دكتور دكتور مروان يعني انت اللي عم تحكي انه لو بعتوا لو بعد ما عملوا هالتحليل بعتوا العلب رجعوهم لعندكم يعني برجعوا انتم ساعتها بتبعتوهم لنقول للمصنعين حتى نعم. يقدر يعطوكم علب ثانيين لتبعتوها للاطفال في سوريا وتستفيد من العائلات طبعا هذا كان طب بس الحل الثاني النقطه لانه نحن الوقت عندنا ضيق شوي نحن الوقت ضيق شوي بس بدي شو بدي اقول شغله منشان ايران يا اخي هلا نعم. هي الشركه مثلا بتنتج للسوق الايرانيه مليون او مليونين علبه بيبقى منها 50,000 علبه اذا باقي صلاحيه 4-6 اشهر بنشتريها بسعر ارخص لانه هدفنا نفوت اكبر عدد ممكن من علب الحليب مو معناته انه رفضت في ايران ولذلك جبناها اذا رفضت في ايران ما بناخذها نحن اولادنا اهم من كل ايران واذا هو هلا صار له 9 أشهر منشق عن النظام انا منشق من 30 سنه عن النظام ونحن المشروع الفارسي روم مقالاتي ونحن هون بالمانيا دكتور مروان عن ايران وعن الانشقاق عن النظام لا يعني انني بالماء العكر طيب دكتور مروان بس الوقت لانه ضيق شوي بدي اروح عند دكتور جمعه ما عندنا ماء عكر دكتور عفوا دكتور نحن ما عندنا ماء عكر طيب دكتور جمعه السؤال الاخير لك هلا موجه انه انتم لما اتلفتوا هاي المواد ليش ما عملتوا وين الفحوصات اللي عملتوها لتتاكدوا من فساد هاي المواد ليش ما تبعتوا هاي الفحوصات لالمانيا لحتى هم يقدروا يقاضوا الشركه الالمانيه يعني ليش انترك الموضوع هيك يعني مثل ما بيقول الدكتور مروان انه هلا هم خسروا كل شيء خسروا الشحنه وخسروا انه يقاضوا الشركه وخسروا انه يتاكدوا من انه كانت هاي الشحنه فاسده ولا لا نعم تفضل طيب بداية إذا كان الدكتور مروان يريد إقامة دعوة على الشركة فهو لديه كل المستندات فهو أخبرني بأنه لم يكن يعلم بوجود اللصاقة هاي بداية ثانيا هو يعلم جيدا من خلال التحليل الذي أرسل إلي بأن التحليل هو مغاير للشحن التي أرسلت إلى سوريا فهو لديه المستند القانون الألماني الذي يحتم على الشركة عندما تريد تمديد صلاحية أي منتج يجب عليها استبدال العبوي وبالتالي عندما أسأل عن التحليل فالتحليل بالنسبة لي هو عبارة عن قرينة والقرينة هناك قرينة في المرتبة الأولى وقرينة في المرتبة الثانية في العلوم الأغذية وانتهاء الصلاحية بالنسبة لنا هو مؤشر يعتبر قرينة أولى وبالتالي عندما تكون القرينة الأولى منتهية الصلاحية ومثل ما نقول غير مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية وبالتالي أنا لا أتجه إلى القرينة الثانية لأن القرين الثاني حتى وإن كان التحليل مطابق فهذا لا ينفي احتمالية الخطر فنحن في علوم الأغذية نعمل على مبدأ احتمالية الخطر فعندما تنتهي العبوات من الصلاحي هذا يعني أن مؤشرات الخطر باتجاه أطفالنا هي مؤشرات مرتفعة لأن الطبقة المغلفة للعبوات ستبدأ بالتفكك وعندما تبدأ الطبقة المغلفة للعبوات بالتفكك هذا يعني بأن هناك بعض العناصر التي يمكن أن يكون لها تأثير سمي تراكمي قد تؤثر على الأطفال بالإضافة إلى ذلك العناصر التي تكون نادرة وما يسمى بالتريس أليمنت تبدأ بانخفاض التركيز هذا يؤدي عند الأطفال إلى حالات سوء نمو وبالتالي أنا لا أترك القرينة الأولى التي هي انتهاء الصلاحية لأتجه إلى مخابر وأنتظر لمدة شهر حتى تأتي التحاليل وبعدها تأتي الشركة وتقول لي أنت أفسدت المنتج بمنعك من الدخول صحيح. نحن أمام واقع سيادي صحيح دكتور جمعة. سيادة العلم وسيادة الأرض وسيادة القانون نعم. وسيادة حقق أطفالنا هذا شيء أكيد نحن أكيد نتشكرك دكتور جمعة العمر عميد كلية الطب البيطرية من إدلب وأنا بطلب من دكتور مروان إذا ممكن ترد لكن يعني لو سمحت إذا بتقدر ب30 ثانية حتى نقدر نختم هالفقرة أيوة القانون الألماني لا يحتم استبدال العبوة وإنما إعادة التعليم نحن سنبحث الموضوع هلا الأقوال اللي قالها الدكتور جمعة أنا غير مقتنع بأقواله نحن كمان طلعنا وكتبنا اللي صار نحن اللي بلشنا بالكتابة لأنه بهمنا
في ناس كثير مغتاظة مما يجري على المعبر، هذا معبر سوريا الأساسي، ناس كثير مغتاظة مما يجري هناك، ولذلك طلعنا للعلن لأنه ما بدنا طلعنا بثورة، وسوريين قدموا مليون ضحية، ليس لنعود إلى نفس النظام، واحد يقرر ما يسمع ما يأخذ ويعطي مع العالم مع حقوق شعبنا وحقوق أطفالنا. صحيح. لا يمكن أنه ثلاثة أربعة يقعدوا ويقرروا والله 35 ألف علبة حليب اللي سوريا بحاجة إلهم وأطفال سوريا نحرقهم هيك بدون ما نأخذ ونعطي مع الناس. طيب. نحن الجهة المصدرة كان لازم يحكوا معنا ويقولوا لنا شو صاير وشو الأمور اللي هن مانن ملاقيين منيح ومانا صحيحة لحتى نتواصل مع الشركة ونحل الأمر، وإذا في أي شيء هلا نحن عرضنا عليهم انه نبعث على مخبر تركي، ما رضيوا. ليش؟ بدنا نعرف ليش، لانه اذا كان فاسد التحليل وانه في نقص بالمواد. نعم دكتور، هو للاسف يعني نحن الوقت كثير ضيق وداهمنا، نحن اكيد بدنا نتوسع اكثر بخصوص هذا الموضوع، بنتمنى انه ترجع تتواصل يعني ان كان أكيد مع يعني. ادلب وانتم منظمه طبعا، واكيد بدنا انه تنحل الموضوع لانه اكيد اطفالنا محتاجين لكميات الحليب اللي انتم بدكم تبعتوها. نعم. بنتشكرك كثير دكتور مروان خوري مدير منظمه برده للاعمال الانسانيه من المانيا، واهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك.